تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2018. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين القائد الأعلى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم توجيهات جلالتكم حفظكم الله بإقامة معرض البحرين الدولي للطيران الذي أقيم بمملكة البحرين في نسختها الخامسة، مما كان له الأثر الأكبر في تشجيع القائمين عليه بتحقيق التميز من حيث الإعداد والتنظيم المتقن لفعاليات المعرض سيدي. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أهنئ جلالتكم حفظكم الله بهذا النجاح، داعين الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم بعنايته، وأن ينعم على جلالتكم بعظيم كرمه، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، وعلى وطننا الغالي بالتقدم والرقي والازدهار. ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين. المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة.